بسم الله الرحمن الرحيم. قل لم يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. مساء الخير يا فصيح. مساء النور، أنت جيت يا أشرف؟ آه والله. الحمد لله على السلامة يا سيدي. الله يسلمك. ما قول لي صحيح بالحق، عوض وأخوه محمد عملوا إيه في المشكلة إياها؟ لا كانت مشكلة كبيرة أوي. لا بس خد بالك، عوض غلط غلط كبير في حق أخوه الكبير. آه. يعني بأمنه وتعبه وقعد على الفرش مريض، ياخد البهيمة يروح يبيعها ب13,000 ويرجع يقول له ب10,000 المفتري. خيانة. خيانة وقلة أصل. ده في مثل بيقول لك من أمنك لم تخونه. فعلا 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 أنا معاك في المثل ده يا فصيح، من أمنك لم تخونه لو كنت حتى خاين. أعوذ بالله منهم، أعوذ بالله. ربنا يعديها على خير ويتصافوا محسن. المشكلة دي ممكن يعني تعمل قلق كبير عندهم. على خير يا أخويا، احنا مالنا ومالهم بقى المهم. ربنا يهدي لهم الحال. المهم خلينا في نفسنا. ايه يا أخويا؟ انت رحت الجمعية صرفت الكيماوي، انا سمعت اللي هي خلصت وانت بتقول عاوز تجيبها من السوق السوداء. بس انا محتاج حوالي 400 جنيه كده عشان اجيبه فعلا من واحد حبيبي كده. يا سيدي طالما موجود والفلوس موجودة ايه ماشي الحال. ربنا عارف والله، لو معايا انت عارف ظروف. الموجود مش غالي. طيب بتقول عاوز كام؟ عايز 400 جنيه. طيب شوف دول كام كده، خد اللي انت عاوزه وهات الباقي. فعلا من امنك لم تخون لو كنت خاين. الموضوع ده مأثر فيا قوي. عوض بجد له حق يزعل من اخوه. خد يا اخوي، خدت 400 جنيه اهو. ماشي. روح بقى يعني. بس ايه عايز تقول حاجة يا اخويا؟ مالكش دعوة بمشكلة الناس ديت، لأن الناس دي ممكن يعصونا معاك. احنا مالنا ومالهم، خلينا في اللي احنا فيه. بس من أمنك لم تخون ولا تقول ولا تعين. يا اخويا، برغم ان انا جاي تعبان وكنت عايز اريح لي ساعة، مادام الفلوس اتوجدت هروح اجيب بقى ايه الكيماوي عشان الأرض. ها، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا طيب يا ابن الناس الطيبين. أنا أمنك على حياتي مش على حبة فلوس. أقوم بقى علشان أتوضى وأصلي العصر. الله يعيني ويقدرني يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.